ما بدي تسميلي، بدي تقول لي أي متى؟ أي متى؟ آخر مرة عملت موسيقنة أي متى؟ لا مع مين، لا شو، لا ولا بأي بلد، ولا أي متى؟ طب كنا ضلينا هنيك وسألت يسوع يا شيخ ضلينا هنيك قلت رجع لي بالله في اتصال إنقاذ والجوكر ما استعمل الجوكر ما استعمل الجوكر بلغي السؤال انا كم سؤال بقى لي لحتى بلا استعملت الجوكر والله لا استعملت بس اللي انا وياك طيب يلا لكن فيك خلص الجوكر كان جوكر باس عرس عرس مع انه سؤال بسيط يعني ما في شيء طب هيدا ما عليه لا حساب ولا تحدي هدول اسئله اللي على البيعه لا تسالني ما في ما في حركشون حركشون بدنا جواب انت مع او ضد الموسيقى مالي مضطر مالي مضطر ما دخلوا بالسيران هذا شو حط لك المعده بالاسئله ورجيني السؤال بعد في لا ورجيني السؤال هذا تبع الموسيقى احو لا هو بدينتي منه موجود هون هو بدينتك معناتها الا للمعده يعني تحطه بالورق سي معك انت لا تقول لك يا بدينتي تفضل كفي ما رح زعل قالت لي قلك انه بتعرفك اجرأ من هيك الا بتسلم عليك ماما وبتقول لك انه ما رح سمعتي خلاص خلاص طيب مش مشكله قلت لك هدول اسئله على البيعه فيني جاوب فيني لا اوكي اوكي شام على هذاك لا سؤال مهضوم برايي مهضوم فيك تخبرنا عن الموقف المحرج اللي صار معك بمطار تركيا ليه عم تتطلع هون؟ كمان بدك تاخد وسيلة تقاضي وسيلة كم سؤال بقى يعني عندك؟ ثلاثة صغار خفيف ليش شو صار معك بتركيا يعني؟ يا أخي ألف أنت مؤلف وكذا ألف لنا شيء هلأ شو؟ لا ما فيني ألف لأنه هي قصة صايرة حالة تفضل خلاص ما عم صدق عم يحلك علي يلا شو بدك تمشي قرب شوي معك انا معك انا معك الهي ايه حي الجماهير اوب لف لعنده خلص صار يعرف لحاله برافو طلال بروفيشنال بروفيشنال بعد يا اخي روح هون اطلع يا الهي لا لا برافو خلص الوقت برافو طلال ربحت التحدي يلا منشوفك باي باي تحولي انا قلت لك من الاول خلينا ناخد الكراسي ونروح فيهم لاني هي عم برجع عيد الفقرات بس علي عمهلك علي هلا بس عمهلك علي شو كرسي بدي ايه كرسي صرت اول مره بنعمل هالقد تحديات لانه والله انا ما بعرف جايبيني لحتى يقتلوني مو جايين لحتى مو جايين هالقد يعني شو الاسئله هي؟ وانت قلت من الاول تتحدينا انه رح تجاوي انا اسف بعتذر خلاص انا اول ما شفته قلت لك اسف بعتذر من زمان استسلمت في شيء فوق ارادتك من زمان استسلمت ايه خلاص خلاص مبسوط جزار مبسوط مو رايق مو رايق خلص اتركوا مو رايق تفضل طيب هيدا المفروض يكون هين ما بده شيء سمينا لما بتعمل له هي المقدمه بخاف منه للسؤال لا لا هالمره يا اي نجم غنى شاره نجحت اكثر من مسلسل ايه شاره داون تاون غناها وقتها مع انه المسلسل حلو وائل كوري منين وائل كوري مع انه المسلسل كثير حلو في شيء سبحان الله يعني ايه انا حضرته المسلسل المسلسل حلو
ممثلين كتير مهمين بس ما أخذ ضجة ونص مهم وإنتاج مهم بس سبحان الله يعني هي من الله توفيقة مثل ما بيقولوا يعني. علقت الشارع عند الناس أكثر من الشارع من كسر الدنيا وعن جد لا هذا جواب كتير منيح أوكي أخيرا ما طلعنا ولا عملنا تحدي كمان كأنك معلقت قصتني بحبه لوائل كفور بتحبه لوائل عندك مشكلة معه للزلمة لا 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 أبدا بالعكس بس عم يقولوا لي إنه هاي الشارة جابت 82 مليون مشاهد أكيد ما جاب المسلسل مع إنه مسلسل كتير فعملك هي بإيد رب العالمين هو نجاح شلون بيصير سبحان الله أحيانا في مسلسلات ما بتحس إنه رح تعمل هذا الشيء فجأة بتلاقيها ولعت نحن أيام دراسة كنا فاكرين العالم رح تضربنا بالشوارع بعد طلعت الحلقة الأولى صرنا نمشي بالشوارع بعد ما نحن مو مصدقين اللي عم يصير نحن قاعدين عم نقول معقولة هذا كله لأنه من أيام الدراسة أحيانا العفوية بتنجحك أحيانا في عوامل بسيطة بتنجحك صح صح تحية للنجم الكبير وائل